ينضم إلينا من إسطنبول للحديث عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المقدم من الحكومة للبرلمان لإقراره. ينضم إلينا الباحث شاهو القرداغي، الباحث في الشأن العراقي. أهلا بك سيد شاهو معنا. بداية، تظاهرات اليوم في بغداد أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وخرجت كما تعلم احتجاجا على محاولات تمرير قانون الجرائم الإلكترونية في البرلمان. لماذا يرفض العراقيون بحسب اعتقادك هذا القانون؟ ما هي المآخذ عليه؟ تحياتي وتقديري لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة نحن نرى أننا نعيش في ظل بيئة ملوثة منحرفة. أفضل القوانين إذا تم صياغتها سيتم تطبيقها بشكل منحرف وبشكل سلبي داخل المجتمع العراقي وداخل الساحة السياسية العراقية، وخاصة أن لدينا تجارب أخرى مع هذه السلطة السياسية. الآن هذا القانون، المشكلة أنه يحاول تقييد الحريات ولكن تحت غطاء حماية المجتمع وحماية المقدسات وحماية الرأي وحماية المواطنين من جرائم الابتزاز الإلكتروني. هذا ظاهر القانون، ولكن باطن القانون هو المزيد من القيود، المزيد وضع المزيد من العراقيل على حرية التعبير، وأيضا فرض عقوبات كبيرة على من يتجرأ وينتقد أحد الشخصيات السياسية مثلا بحجة أنه قام بالاستهزاء أو ازدراء شخصية دينية أو شخصية سياسية أو شخصية مجتمعية. وبالتالي المواطنون من خلال تجاربهم مع السلطة السياسية في العراق يدركون أنه لا يوجد نية طيبة لشرعنة ولصياغة هذه القوانين، بل العكس تماما، يوجد نية لتقييد الحريات أكثر وراء هذا المشروع القانوني الذي أي شخص عادي يقرأه يرى في النصوص الذي فيه بأنها محاولة جديدة لتقييد الحرية. نعم. سيد شاهو، بحسب تقديراتكم، يعني ما هي مصلحة الحكومة والأحزاب الحاكمة حال تمرير هذا القانون، وما الداعي إليه أصلا؟ تفضل. أنا أتوقع أنه السلطة الوحيدة أو الطرف الوحيد الذي ينتقد الفساد ويراقب أداء الحكومة والبرلمان وباقي السلطات والأحزاب السياسية أصبح سلطة الشعب، وخاصة بعد أحداث تشرين، بعد انتفاضة تشرين، الجميع أصبح لديه منصة إلكترونية ويحاول التعبير عن رأيه وانتقاد فساد الحكومة. الحكومة تشعر بعبء كبير من خلال هذا الكم الهائل من الشخصيات العراقية، من الأصوات العراقية التي بدأت تدخل مواقع التواصل الاجتماعي وتحاول أن تعبر عن آرائها، وبالتالي تشعر أن هناك ضرورة لتقييد هذه الأصوات أو إخافتها. يعني هم حاولوا عن طريق القنص، عن طريق القتل، عن طريق الجرائم، إلا أن هذه الأمور لم تدفع المواطن العراقي للتراجع عن التعبير عن آرائه. وبالتالي هذه الطريقة طريقة ذكية وطريقة قانونية، سيحاسبك وسيقدمك للعدالة باسم القانون. وبالتالي يريد أن يبرر لتقييد الحريات عبر بحجة القوانين وبحجة أن الدولة تحمي المجتمع. لكن ماذا عن حرية الصحافة وحرية التعبير التي تقول الحكومة إنها مسؤولة عن حمايتها؟ هل هي مصانة بالفعل قبل إصدار قانون الجرائم الإلكترونية؟ طبعا غير مصانة، والعدد الكبير من الصحفيين والناشطين الذين قتلوا وقمعوا في الأحداث الأخيرة، وحتى الآن هناك موجة هروب من بغداد إلى باقي المناطق خارج العراق وإلى داخل العراق إلى المناطق الآمنة بسبب القمع الموجود. للأسف الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية والسلطات الرسمية عاجزة عن محاسبة الميليشيات التي تقتل الصحفيين وتقتل أصحاب الرأي الحر وتأتي لتضيق عليهم أكثر عن طريق هذه القوانين. نحن نرى بوضوح منصات إعلامية تنشغل بالتحريض والتهديد وهي تعمل داخل العاصمة بغداد، ورغم ذلك لا يوجد أي محاسبة لهذه المنصات الإعلامية. فلماذا لا يقومون بتقييد ومواجهة هذه المنصات حتى نشعر نحن أيضا أن هذا المشروع القانوني من الممكن أن يكون في مصلحة المواطنين؟ يعني نظرات الشك إلى هذه المشاريع القوانين وخاصة في ظهر سيطرة هذه الأحزاب لا يمكن أن تكون بحسن نية بسبب تجاربنا معهم، وخاصة أننا نعيش أصلا في بيئة ملوثة. سيد شاهو، الآن مشروع هذا القانون يحكم بالسجن 7 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين دينار حال استخدام الإنترنت للإساءة إلى القيم. لا تعتقد أن مثل هذه العبارات مطاطة وتحمل تأويلات متعددة ربما؟
هنا الخوف من هذا الأمر. مثلا الآن قبل قليل مقتدى الصدر نزل تغريدة بأنه سوف يشارك في الانتخابات القادمة وسيضمن مثلا رئاسة الوزراء. أي كتابة أو انتقاد لهذه التغريدة من الممكن أن يتم إيقاع صاحبه، زجه بالسجن بحجة أنه أساء للقيم الدينية ولشخصية دينية أو شخصية اجتماعية. وبالتالي يمكن استخدام هذا القانون لتضييق حرية الرأي. لا يمكن لأحد أن ينتقد السياسيين، لا يمكن لأحد أن ينتقد رجال الدين الذين يتحكمون بالمفاصل السياسية للدولة بحجة أنهم أسس المجتمع وبحجة أنهم مقدسون لدى المجتمع. وبالتالي يتم استخدام هذه العبارات المطاطية حماية المجتمع من التفكك من التدمير، وعن طريقه يتم قمع الرأي، وبالتالي يمنع منعا باتا المساس والاقتراب من أي شخصية دينية أو سياسية أو نعم. انتقادي على وسائل التواصل الاجتماعي. في سؤالي الجديد إليك سيد شاهو، يعني تزامن إعلان مشروع القانون مع إصرار متظاهري تشرين على الاستمرار رغم محاولات الحكومة إنهاء الاعتصامات لاسيما في بغداد، إلى أي مدى يؤكد هذا وجود نية مبيتة بحق ثورة تشرين والمتظاهرين في كل مكان في العراق؟ طبعا هذا الأمر كان واضحا منذ البداية. منذ البداية تم قتل مجموعة من الناشطين الذين شعروا أنهم لا يمكن ترويضهم، بعدها اعتقال مجموعة أخرى وطرد مجموعة أخرى إلى خارج العراق، وأيضا شراء مجموعة من الذين من الممكن شراء ذممهم. الباقي يتم السيطرة عليه بهذه الطريقة، يعني المخطط الكبير أو المخطط الواسع للسيطرة على الرأي العام وتوجيهه باتجاه واحد وإنهاء هذه الحريات التي زادت بعد أحداث تشرين، وخاصة انكسر الشعار الخوف لدى المواطنين. يريدون مجددا بناء هذا الحاجز بشكل أكبر وبشكل قانوني وبشكل أوسع عن طريق السلاح والميليشيات والقوة وهذه أنواع من القوانين. وبالتالي المخطط أو الهدف النهائي هو أكبر من هذا الأمر، هو إعادة حاجز الخوف حتى لا يتجرأ المواطن العراقي عن التعبير عن رأيه لا في الواقع ولا في مواقع التواصل الاجتماعي. في سؤالي الأخير إليك سيد شاهو، يعني الحكومة تقول إن هذا القانون لحماية الحريات الشخصية وأمن الدولة، هل يمكن ضمان تطبيق أمثل للقانون إذا كانت مقاصده هكذا بهذا الشكل كما تشير الحكومة؟ طبعا الحكومة الآن عاجزة عن حماية هذه الأمور وتطبيق الوعود التي قطعتها منذ يعني تشكيل الحكومة الحالية بعد حكومة عادل عبد المهدي، وبالتالي لا يمكن أن نضمن أن وعود الحكومة لهذا القانون سوف يتحقق مستقبلا. يعني نحن رأينا سمعنا عدة وعود، محاسبة القتلة وملاحقة الجنات وإلى آخره، إلى الآن لم يستطع السيد الكاظمي أن يحقق وعدا واحدا من هذه الوعود. فكيف نضمن أنه سيضمن تطبيق عادل لهذا القانون الذي هو مليء أصلا بالألغام ومليئة أصلا بالمواد المطاطية التي يمكن استخدامها بطريقة سيئة؟ وبالتالي لا يمكن التعويل للأسف على هذه الحكومة التي تشكلت بتوافق حزبي بين الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة العراقية، لا يمكن التعويل عليه لضمان تطبيق القانون بشكل سليم وبشكل يضمن حرية الرأي، وخاصة أن حرية الرأي أصلا غير موجودة. يعني هذا القانون يقيده أكثر، هناك حرية شكلية وهذا القانون يقيد الحرية الشكلية. الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي كنت معنا من اسطنبول عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.